يتفق الموالون والمعارضون على حساسية ترأس لبنان جلسات مجلس الأمن في هذه المرحلة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وينظر البعض إلى ازدواجية تجلت بداية في مضمون مواقفه من الملفات العربية التي طرحت حتى الآن، ازدواجية من المرجح أن تتظهر أيضا في الشكل بترأس الجلسات مرة من قبل رئيس الجمهورية ومرة من قبل رئيس الحكومة. من سنتين بعتقد إجا جول وداوودوغلو، يعني رئيس الجمهورية ووزير الخارجية كمان مقبولة. إجا مرة أوباما وإجت كلينتون وكانت الممثلة رايس كمان، يعني بس رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، يعني دائما مع الوزير الخارجية. بس أنا ما بعرف بتاريخ شو اسمه إنه رئيس جمهورية ورئيس وزارة، يعني مثلا جول وأردوغان ما بعتقد هيدي بتصير، عرفتي كيف؟ طب ليش بلبنان بتصير؟ ليش هيدا؟ هلا لبنان يعني لما بتسألي بيقول لك لبنان غير شكل، غير شكل بشو؟ بضلوا غير شكل بالجواز يعني؟ إيه إنه له حالة خاصة، أنا ما بفهم الحقيقة الحالة الخاصة، لأنه بعتقد كل بلد له حالة خاصة. بس هل هيدا له علاقة يعني بما بعد اتفاق الطائف؟ لا أنا بعتقد غلط، أنا بعتقد ما بيصير رئيس جمهورية ورئيس وزارة يروحوا. إذا صارت بالماضي بتكون صارت غلطة بالماضي وأنا ما بعرفها. بحال لبنان يعني يفترض اللي يروح رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مع وزير الخارجية؟ لا أنا بقول أو يعني واحد منهم معقولة، لكن لما بيجي يروح رئيس جمهورية ورئيس وزارة، شو عنده رئيس وزارة مختلف عن رئيس جمهورية اللي قوله لمجلس الأمن فيما يتعلق بالأمن الدولي؟ فما بعرف، بدنا نشوف بكرة الخطابات، إذا في اختلاف بين الاثنين بيكون يمكن إلى سبب، ما بعرف. لا يتعدى دور رئاسة الجلسات إدارتها والإعداد للإعلان أو التصريح الذي سيصدر عن المجلس، لكن القضية أن لبنان لا يمكنه التلطي وراء تكتيك النائب النفس وهو على كرسي الرئاسة. هلا لبنان عنده حالة خاصة بمجلس الأمن، يعني عنده مشكلة إقليمية، ما عارف وين بده يوقف، لا قادر يواجه المجتمع الدولي وبيكون خطر جدا على لبنان إذا واجه، ولا قادر يوقف بمواقف سلبية تجاه سوريا. لبنان عنده مشكلة بس الأمن، هل كان رئيسا أم غير رئيس، إلا أنه بالرئاسة مفضوحة أكثر وموجودة أكثر، ومثل ما قلنا هلا أنه إذا بده ينقع عن نفسه وهو داير الجلسة وكذا، أنا بعتقد فضيحة أكبر من الفضيحة الماضية. في رئاسة مجلس الأمن لا يمكن للبنان أن يعتمد سياسة النعامة أو الانفصام الدبلوماسي، فيكون مع القانون الدولي وضده فئان، وهو أحد واضعي شرعة حقوق الإنسان وأحد المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة.